نحن عرفنا انه حضرتك بتقوم بمهرجانات وتنظيم اجتماعات لتبادل الخبرات بين اصحاب الصالونات وصانعي الجمال، خبرنا عن هذا الشيء. اليوم في عندنا علاقات مع كثير زملاء بالمهنه ومع كثير اشخاص متطورين بالمهنه من كل دول العالم والدول العربيه بصوره خاصه. اليوم نحن عم نكون مع نوعيه مش مع كميه، بس للاسف في كثير ناس عم يستغلوا اسم لبنان وعم بيشتغلوا باسم لبنان، هن لا بيمثلوا شيء من لبنان، كل شيء بعلاقتهم بلبنان انه هويتهم من لبنان، لا عندهم خبره ولا عندهم محلات ولا عندهم مستوى فني ولا عندهم مستوى مهني. بنسمع انه تكريم صار ببلد ثاني من لبنان. نحن الشيء عم في عم نحضر هالمجموعه تكون مرتبه مع انه عم نلاقي كثير صعوبه لان تقدر تفوت الفن والماده ما بيمشوا، وتقدر تفوت فن على افكار اشخاص بهمهم الماده ما عم تزبط. اليوم عم بيصير كثير نشاطات اللي عم تقسم منه انه صار كل واحد يركض ورا ورقه انه المهم اخذ الشهاده او افاده بس ما عم بيقرا شو مكتوب عليها. واليوم مش مهم انه ياخذ الشهاده او يتكرم او يعمل دوره، المهم مين مداره على الدوره، مين اللي مضيره على الدبلوم تبعه، شو مستوى المهني، شو مستوى الاجتماعي، شو ثقافته المهنيه، شو وضعه الاجتماعي، شو وضعه القانوني بالمهنه. اليوم عم نلاقي انه نسمع انه شهايد مضيعه اشخاص مش سامعين فيهم، حتى في اشخاص ما دخلوا بالمهنه. وبتسمع اسطوره وعم بطلوا يعني مش عارفين هالمهنه اللي عم بيمارسوها وين صاروا، وصلنا لمرحله نحن انا بعشق المهنه. بس من كده ما في اشخاص متطفلين عليها وعم بيحكوا منها صرت اخي جابوا انه انا مارسها بس ما فينا نتركها لان اذا تركناها هن هيدا بدهم اياه عم تفوت مجموعه اشخاص على المهنه فاشلين حياتهم العامل المهني ما قدروا امن حياتهم عم يفوتوا بالمهرجانات والنشاطات وعم يحاول انه يعمل دورات فاقد الشيء لا يعطيه لمن ان شخص عم يعمل كورس او عم يعمل دوره لشخص هو ما قدر قلع محله ما قدر يستمر كيف بده يعطي الكورس لشخص ولا جديد عمله. معك حق نعيم، كونك رئيس النادي اللبناني خبرنا عن تكريم النادي اللبناني للفن والجمال والابداع، شو نشاطات النادي؟ النادي هو شغلته تكريم منهم مبدعين منهم فنانين منهم مميزين بمجال الفن والاعلام. السنة الماضية كان عندنا تكريم كرمنا ستيمي سكار كرمنا مرسال كريم كرمنا توني ابي كرم كرمنا ابي مصيرفي. هلا عم نحضر تكريم مرات قريب لنوعيه اشخاص يكونوا مخضرمين، اشخاص يستحقوا التكريم. ان الشخص اللي اعطاه وصل لوقت انه عم بيحاولوا يتنسوه اللي ملاحظينه بكل الدول العربيه صار انه عم بيحاولوا يتنسوه للشخص بس ما فيهم ينسوه. كل شخص واصل وناجح بمجال عمله عامل شيء في يعطي غيره عم بفوتوا متطفين على المهنه، هي حاولوا انه يلغوه بطريقه غلط، بطريقه بيحضر الاشخاص الصغار بيعملوا نشاطات بيعملوا مهرجانات بيدعوا انه المهرجان هم بيكون مهرجان بيكون يعني انجا مجموعه اشخاص قاعدين بيعطون ورقه بيحكوا عليهم انه انتم تكرمتوا وانتم عملتوا شيء، نحن لا كنادي بنعطي ورقات مصدقه من الدوله نشاطات للاشخاص اللي هن بيستحقوا يتكرموا بيستحقوا يكونوا مميزين عم نشتغل ان الله في حفله كثير قريبه كمان اشخاص بيكونوا مميزين. اول شيء بتشكركم انا بتشكر حضوركم عندي بتشكركم ان اخترتوني ان للاسف عم يطلعوا اشخاص ما خصهم الاعلان بيلعب دور كثير كبير في اشخاص بيطلعوا الاعلان ما دخلهم بيستغلوا الاعلان ليوصل لاشياء انه يؤذوا غيرهم. اليوم كل اللي بطلبه انه يكون في توعيه لكل الشعب العربي وما يفتحوا مجال لحد يضحك عليهم، حدا يقول لهم انه جاي لعندهم جاي يعمل دوره او جاي يعطيهم شيء يعطيهم ورقه وبصوره خاصه إلي تمني على جميع الأشخاص بالدول العربية إنه ما يتفقوا أولاد بلدهم مشان يستفيدوا شوية مادة يجيبون على لبنان يضللون أو ياخذوا شخص من لبنان لعندهم يضللوه على أساس يستفيدوا ماديا من مادة حرام. آخر شيء في ناس عم تتدين هيك لتعمل كورس تعمل دورة، في ناس عم تتدين لتجي على لبنان أو لتشارك لتستفيد تطور حالها محلها عم يكون مال ما هو محله، بالنهاية عم تطلع الخبريات ما بتسوى عم تطلع لبناني مع إنه إحنا لبنانيين أصحاب الخبرات ما دخلنا.